السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك وأطباق بلادي المغرب مع مريم بركات، سلسلة من مجموعة من الحلقات استعرضها على القناة ونقدم فيها العديد من الأطباق المغربية الشهيرة من يد محترفين، حلقات جديدة من محل بيع الفطائر بالمنصور. بعد أن قدمنا في الموسم الأول العديد من الحلويات المغربية التقليدية منها كعب الغزال، البهلة، الشباكية والعديد العديد من الوصفات، سوف أضع لكم روابطها أسفل الفيديو. وفي هذه المجموعة الجديدة من الحلقات سوف نقدم لكم طريقة تحضير 3 أنواع من الحلويات السريعة التي تصلح للمجة، أيضا طريقة نزع العظام من الدجاج. وسيستضيفنا السيد منصور في منزله ويقدم لنا 3 وصفات بالدجاج. أترككم مع الحلقة 86 وأتمنى لكم متابعة طيبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف مريم؟ لاباس؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كيف الأحوال؟ الحمد لله، أمور طيبة. الحمد لله رب العالمين. الله ولك الحمد. كي دازت الأمور في الصيف عيد الأضحى؟ الحمد لله، داك الشيء تبارك الله داز رائع. على الموسم ديال رمضان وشعبان والطقوس ديالو وداك الشيء تبارك الله، داز الأمور داز الأمور مزيان الحمد لله. أول شيء ضروري نشكركم على زعما الوصفات اللي عطيتونا في العيد عيد الفطر، راه استفدتوا منها. نشكركم والله، الناس بزاف اللي شكرونا التعليقات ديالهم. باقي لي لحد الان تطبيقات كيتوصلني انا تطبيقات للوصفات والشكر خاص لسي عبد اللطيف ما شاء الله عليه. تبارك الله، ولدي هذاك راه تبارك الله، ما شاء الله كنعتبروا ولدنا، ماشي يعني الناس استفدوا بزاف. كلشي الدراري ماشي غير هو. ايوا الحمد لله، الحمد لله، شكرا لهم بزاف والله ييسر الامور. حسنا الجمهور ديالك ان شاء الله، جينا بالجديد هذا الموسم جديد ان شاء الله، بدنا نشاركوه معاهم ان شاء الله. هذا الموسم الثاني غيكون سلسله اطباق بلادي، اول سلسله غادي تكون محل الفطائر بالمنصور. دابا هذا المحل الثاني، يعني هذا ماشي المحل اللي كاين في هذا اول محل اللي كان جديدناه. جددناه وعطيناه السميه ديال بن منصور. بن منصور كان سميتو لو سونتر، لو سونتر. المركز. يعني المحل اللي فتحناه اللي هو اللي كاين في ديال الحلويات وعطينا السميه ديال بن منصور. سميه بن منصور كلشي تفاعل معاها ولينا معروفين بن منصور. كيكون غادي للزنقة وكيعيطوا لي بن منصور، وهذاك الشيء علاش المحل كامل عطيناهم الاسم، كلهم خداو الاسم المنصور اللي هو ما جايش من عبات، راه الكنيه ديالي بالمنصور. هذاك الشيء اللي كاين. شنو غادي يكون عندنا في هذه السلسله ان شاء الله؟ هذه السلسله غادي فيها شي كويس ديال الكروكيت بالنسبه للدجاج. كيفاش كيتخدموا؟ عندنا واحد الطريقه ديالهم اللي هي سهله وما معروفاش، وبغيت نشاركها مع الناس. واخا الله يجازيك بخير ان شاء الله. ان شاء الله غادي تعجبهم بزاف. اللي فيها هي 3 تشكيلات، الركيبه ديال الدجاج وجناوح، جناوح الكتف وجناح القصير. بلا شابلون. وواحد النوع اخر ديال البولات اللي هما كيتصايبوا في الكفته ديال الدجاج، وسط منهم الفرماج. كيجيو رائعين. وبغيت نشرب معاهم، عندي لهم واحد الوصفه اللي هي سهله لاي واحد يقدر يطيبهم. فاسيلون ساهلين. غير الملاحظه، الناس اللي ما شافوش معنا الفيديوهات الاولين، راه كانت اولى الفيديوهات اللي كانت معك راه كانت في هذا المحل هذا، وكانت اول فيديو كان عقل بالضبط، كان على الفرق ما بين الطاوسي والكروازي. يعني جيت بغينا نعرفوا الفرق ما بيناتهم. الفرق بيناتهم دابا نقدروا نعاودوا، غادي نديروا ان شاء الله ملي غندوزوا للمحل نهضروا نوريهم. دابا نقدروا، اسمحي لي نعطي التعليمات لشي واحد في الدراري. واخا هادي يا ربي نديروا التذكير بالفكره اللي كانت اساسيه في الاول. بقى لي حد الان كتجيني اسئله، شنو الفرق ما بين الطوسي والكروازي؟ وكان واحد الطريقه اللي سهله وكلشي ان شاء الله غادي يفهم. شوف لي شي كروازيه من تمايا غنوريهم الفرق ان شاء الله. وغادي يكون عندنا حتى كيفاش نحيدوا العظم ياك من الدجاج، غنحيدوا ليه العظم تبارك الله. عندنا اسماعيل هو اللي اختصاصي. يعني غنشوفوا جميع الامور اللي كتخص الدجاج، الانسان اللي غادي اسماعيل هو اللي مختص اللي كيدي صوصي الدجاج يحيد له العظم. هو الوحيد اللي عندنا هنا. ايوا تبارك الله. هذا الصوصي
هذه طوسيه الشوك ديالها يا هذه كي الحمام هذه كروازيه هذا داك المنتوج العريان مازال هذه راه ما منتوفاش بزاف باش يبان الفرق باش يبان الفرق دابا واش فعلا ما كاينش هاد التوصيه في المدن اخرى من غير مدن اخرى من غير الدار البيضاء هادشي اللي كنسمع لا ما كاينش مدن اخرى ما كيعرفوش وخارج المغرب جا والناس ديالو ما كيوصلوش انا صيفطوا الناس حتى لتطوان ان شاء الله وصلهم وشكروني بزاف وحنا عندنا دابا التريتورات عندنا واحد التريتور بالمناسبه نيت اليوم هاد الدجاج ديالو مازال غنوريه لك هو الشامبر فروات طالب لينا 250 وحده تبارك الله في الشامبر فروات كيجي صراحه هو زوين حتى والفرق اللي بغيت نقول لك شنو الفرق بينه وبين الكروازي وشنو الفرق بينه وبين الروم هاد الطوسي هو كيكون باقي ملي كيطيب ملي هادي زعما الدجاجه باقا بياضه باقا تطيب باقي صغير كيجي كيطيب ملي كيطيب كيبقى رطب كيبقى رطب ماشي حتى الا عاودتي سخنتيه كيقصاح يكنصح لا هادي لا ملي كطيب الحما قاصح شويه كتعطل في الطياب على هادي هو الكروازي هو هادي والفرق بيناتهم بين هاد الطوسي والرومي هو هذا ما تيتحلش في الطياب كيبقى هذا ما كيتحلش ماشي تقدري تغفلي عليه في الطياب تغفلي عليه في الطياب تلقاه يتشتت هذا لا ما تيتحلش هذا هو الفرق بيناتهم وهذا الديد حتى في البنا راه الد منه بزاف والتريتورات كيديروا منه الحراس غير هو ما فيش اللحم بزاف في الرومي هذا الواحد الا بغى يدير ثلاثه في التفصيل هذا خصو يدير اربعه ما كيكونش بغى يدير ربعه يدير خمسه ما كيزيد وبالنسبه لبرا ما كاينش برا بزاف تيسولوا الناس ديال خارج المغرب ما كاينش يعني هاد التوصي كاين شنو هاد التوصي شنو هو هاد التوصي هو اللي كيعطينا البيض هذا هو اللي كيعطينا البيض اللي كناكلو حيت كيسولوا بزاف على الاسم ديالو برا انا كنقول لهم صراحه ما عنديش فكره على الاسم يعني الناس اللي تيبغيو ياخذوه برا هذا هو الدجاج اللي كيبين اللي كيعطينا غير هذه كتكبر في ليكاج هكا علاش كتنتف هذه كتكون في ليكاج وهذه كتكبر كتسرح هلا كتسمى بيولوجيه اكثر كتسرح احنا درنا ان شاء الله حيت كنت قدمت انا وصفه فيها الدجاج بلا هكذا معمره وكانت بقات السؤال كيفاش يقدروا الانسان في المنزل يعني تكون شي طريقه سهله صعيبه شويه واخا تخضر حيت ما خاصوش تقطع ليها الجلده الا تشريها الجلده ستبقى غادي تخرج واخا ان شاء الله واخا نشوفوا ان شاء الله الطريقه حيت كانت هذه طلب ديال الاخوات يشوفوا الطريقه ديال الديسوساج ديال غادي نوجدوا دابا المحشي ونوجدها على من السهل واخا شنو غادي يكون عندنا مازال حنا غير دابا ذكرنا على حسب فيديو ديال الطاوسي كروازي بالنسبه لهادشي اللي فيك ديال لي كروكيت حنا ان شاء الله غادي نوجدوا ونشوفوا كيفاش نخدموا وغادي نبداو به غادي تورينا حتى الطريقه ديال القليات غادي نديرو سابقه اليوم غادي ان شاء الله اليوم غادي نطيب لكم ايوا صافي غادي نطيب لكم صافي كيما رحبتوا بيا ودخلتوني عبر اليوتيوب وعبر القناه ديال الله يجازيك بخير الله يجازيك حتى انا اليوم غندخلكم لدار ايوا صافي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك كنشكرك بزاف على الثقه شكرا لك بزاف واخا وغادي واخا غادي نشوفوا حتى الحلويات اللي غتقدم لنا الحلويات دايرين واحد التشكيلات البصاط البصاط ديال الناس اللي يقدر يصايبهم فرمشة عين يصايبهم اللي هما الكاليط داكشي اللي معروف ديال الثمانينات تبارك الله الكاليط شكون اللي ما كلاش الكاليط برايبي ايه الكاليط قريبي راه هي قريبي جميله صافي شي حاجه معروفه حنا غادي نصايبوا الكاليط الطريقه ديالها كيفاش كتصاوب ونديروا واحد الكعك الكعك ديال اسفي هو ماشي ديال اسفي طبعا بحال حنا غنصايبوه في الدار البيضاء ايه كعك بيضاوي كعك بيضاوي هو كيشبه ديال اسفي بصح بطريقه بسيطه وطريقه اخرى تاع الناس
الناس ديال اسمي خلاص راه احبابنا وخوتنا احترافيين تما احترافيين ايوا الحمد لله. شنو مازال عندنا؟ كيبقى الكعبيه ديال اسمي داكشي عنده ميزه ديالو واحد الغريبه حريشه حيت هي شويه كبيره حريشه حلوه حتى هي كنطلب عليها حريشه حلوه هادو كانوا طلب عليهم فاش صورناهم في المحل الاخر هادو غيكونوا في المحل هنا هذا المحل هذا هو المحل الاول اللي كان هذا هو المحل الاول هذا المحل هذا هو اللي ولد المحل الاخر تبارك الله ما شاء الله هذا هو اللي ولد المحل الاخر وهذا المحل هذا راه فيه كل شيء اللي كاين في المحل الكبير راه كاين هنا هنا كاينه الورقه الشباكيه كل شيء كاين ورقه البخار جميع انواع الحلويات اللي كنصايبو لتحت كاينين كتصاوبهم هنايا غير هو هذا كان المحل الثاني الحلوانيات كطيبو لتحت كتجيبو هنا ولا تحت فين كاينين الفرار واخا ان شاء الله ربي يسر ويكونوا كما قالوا ديما المتبعات كانوا كيقولوا بغينا في كل منطقه يكون عندنا محل في كل مدينه ان شاء الله ماشي سهله بصح كنستاهل خاص يكون هذا المشروع يكون هذا هو الهدف ان الانسان ان شاء الله الا كان شي محل ان شاء الله غادي يكون في مراكش ان شاء الله الله ييسر ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله مراكش بزاف كاين طلبات يتواصلوا معنا ان شاء الله وتكون كل مدينه ان شاء الله علاش لا الله ييسر ما ساعدت سلسله المهم حنا نجتهد وبالاخص ملي كتميز بالنظافه حيت جميع التعليقات كانوا حاجه اللي كيشيدوا بها هي النظافه كندير باش نقول لك كندير لو ماكسيموم من جهتي انا باش يكون واحد الحاجه غنفتحها بين قوسين غير باش حنا نوضحوا جميع الامور بعد فهمتي كيقول هذه المساله زايد 2 دراهم 3 دراهم كنقول انا هذيك نقولوا الضريبه ديال فهمتي الانسان باش يخرج لك واحد المنتوج بواحد الصوره زوينه ولا هذيك النظافه راه خاص كتكلف بعض شويه يعني الا لقيت واحد الحاجه زايده شويه كنقولوا كاين هذه معروفه عندي وانا ما كنحشمش منها وما ندرقهاش انا ديما عندي دجاج زايد فيه زايد فيه على بزاف الحوايج ماشي هكذاك كنجيبو لا كاليتي ولا كاليتي الدجاج راه تهو الثمن عندنا لا كاليتي في البيرسونيل احنا غادي نصوروا كل شيء ان شاء الله غنشوفوا الطاقم هو عندنا لا كاليتي فيه باش تجيب واحد الانسان كاليتي كاين حوايج اخرى كاين بزاف ديال لي شارج اللي كتخلي ما يمكنش غادي تقارني مع واحد داير السطل وهذاك ما يمكنش غادي تقارني هادشي اللي كنبغي نوضحو انا يعني راه ضروري خاصك تخلص شويه الا بغيتي شي حاجه شويه كيجوني بعض الناس كيقول لك اودي لا راه الدجاج كاين بجوج دراهم راني عارف راني عارف وكاين تما ولكن شوف انت شنو بغيتي انا داكشي اللي كاين وانت الطباخه صراحه راه شهدوا لك لا السعديه لا طباخه فاطمه يعني شهدوا لك كي واحد القليته كيقولوا حتى الدجاج كيكون واحد بحال الاخر ملي كتعطيهم لا كوموند هذه كتكون ملي كنسيليكسيونيوهم حنا ملي كتجي السلعه الصباح كتدخل المحل كنسيليكسيونيوهم كتحضر كل عبار بوحدو يمكنش واخا تطلب ها السيد قلت لك عندنا طالبين اليوم 250 توصيله وهذا ستانتريتور معروف هو سوبر فروع نشوفو ان شاء الله نشوفو 250 وحده كاليبر واحد تبارك الله ما نقدرش نعطيه شي كبير شي صغير لا داكشي ايوا ان شاء الله وكاين هنا محل اخر نشوفوه المحل تعطينا فكره عليه هذا المحل تا هو ديال العطاره تا هو فيه العطاره والمواد الحلويه راه منو كناخذو نتا حنايا باش كتقداو السلعه باش كتقداو السلعه ولكن انا دابا دخلتوا عليه تحسينات ياك دابا درتوا ليه تحسينات تجديد دخلنا عليه تحسينات هاد المحلات كاملين نقولوا هري هذا ياك نقولوا هري قولي هري قولي عطار قولي ايوا تبارك الله المهم راه فيه جميع انواع ديال العطريات ودائما النظام ولا وداكشي داكشي مقاد على حقه وطريقه سبحان الله ملي كيكون الانسان بادي بشي حاجه هكذا هادو الانواع ديال العشوب اللي حنا كيتمشاو لينا بزاف وتعرفنا بهم على حساب دوك الدكاتره اللي كيهضروا في الراديو ديال الوصفات الطبيعيه اي عشبه كيذكرها حنا كيجيو الناس يقلبوا علينا وكيلقاو لا بالي تبارك الله بزاف وعجبني كل حاجه مكتوب الاسم ديالها كل حاجه بالاسم ديالها النحره والدوز كاين حوايج اخرى اللي ما تقدرش هيا هنايا عاوتاني كاين شي حوايج اخرى اللي كل حاجه
نكتب الاسم باش الانسان يعرف. مكتوب عليها. هذا عالم بوحدو، هذا العالم ديال الاعشاب. هذا عالم بوحدو، ولكن هذا عندنا فرع فيه مخصصين حنا هذه البلاصه بوحدها. هذا علاش كانوا كيسميوه لو سونتر ياك؟ لانه فيه حيت كان فيه سميتو لو سونتر، حيت كان عندك فيه مجموعه يعني، فيه دجاج، كاين الحلوى، كاين يعني اللي يدخل هنا. اي والله بن منصور، والله الا الناس اللي طفوا عليه قال لك لا خاصك تحيد، تحيد سونتر خوت بن منصور. ايوا الحمد لله، والله يستر. اللي جعلتني في المناسبة ديال العيد الكبير سدينا، كانت مناسبة باش نسدو عاود صلحنا المحلات كاملين. ايوا تبارك الله. ودرت عندكم حتى العطرية وكاين شي آلات جديدة ياك؟ لا العطرية، لا العطرية اللي كان اللي كاينين ها هما هادو حبوب، ولكن كنطحنوهم هنا. كنطحنوهم مع اللي بغا شي حاجة. اللي بغا شي حاجة كنطحنوها ليه هنايا. ديال المروزية. ديال المروزية ديال الطا. كلشي العطرية ما نقدرش نقول لك حاجة تسول عليها وما تلقاهاش. هذه كاين حتى لوازم الحلويات ما نرضاهاش لي انا. لا والحمد لله. العطريه خاص اللي يسول على شي حاجه يلقاها. يلقاها كاينه لوازم الحلويات. حنا عندنا في هذا المحل داكشي بار ديطاي. دونك اللي غادي تبغي اللي بغيتيه تلقاه. جميع اشكال ديال انواع الحلويات غادي ندخلو. كاينه نشوف، غادي ندخلو نشوفو. يعني ماشي بالضروره الانسان ياخذ شي حاجه كميه كبيره. لا واخا تبغي اللي بغيتي انت، تبغي غير كونتيتي قليله. السلام عليكم. لا لي زاروم هذا سي عبد المجيد، هذا تا هو نقول لكم تا هو ولدي. تبارك الله. تا هو ولدي. تبارك الله. تبارك الله. ضروري الانسان خصو يستعان بحريفين والناس اللي كيعرفوا في الميدان باش تكون ديما الحاجه بواحد الصوره. شي كيكمل شي. هادشي اللي حيوه فيك حتى الناس، يعني كتحترم المهن الاخرى. يعني انسان واخا ما يطفش على شي حاجه ماشي ديالو. كنتعامل معاهم وهما كيشهدوا فيا. الحمد لله. الحمد لله. الله ييسر. الله ييسر كلشي. اي كاينه العطريه حتى ديال هما بالنسبه لهنا تقدر تجي عند مجيد. انا ما نقدرش نفهم بحالك انت عيطت هادي انت بالنسبه لعطريه الدجاج، عطريه المشكله الحوت، البيتزا، الشاورما. بس لي تدير رفيسة تأيي دارو. كان في الحول، كان في الرفيسة، كان ذيك الأخرى مسخنات. المساخن. وكان عطري الهريرة. تبارك الله. الشاورما. كان. بصلة بودر. بصلة مهرمشة. وإلا قلتي كلشي كاين، أي ملي كاينة حبوب الشيا راه صافي دابا نطبع عليكم أنا. ملي كاينة حبوب الشيا عرفتي هادي تيسولوا عليها الناس بزاف. راه أنا براسي تنقل. هادو اللي تيسولوني السيدات بزاف عليها حبوب الشيا. هي بعدا كاينة هنا، عندك الكينوا حتى هي كاينة. كينوا. هادو من الحوايج اللي باخا لازم كتكونش متوفرة. بالنسبة لوازم ديال الهلوى راه دي طيب أي حاجة فيهم. واخا تبغي كونتيتي قليلة كاينة. محسن الخبز، الخميرة، كاين كلشي 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 كلشي. بان لي أنا الزيوت. الزيوت هادي الخروات كاملين. البلوك. الزيتون المهم محل شامل وصافي. محل تبارك الله ما شاء الله. سولتي على شي حاجة ما شاء الله. تلقاها يعني إلا جا الواحد دخل هنا كنظن يخرج كل شيء ما يحتاج. دابا بابا ولا سوبر مارشي، بحال سوبر مارشي مجموع فيه كل شيء. وبالتوفيق ان شاء الله. الحلويات لوازم العيد الميلاد وداك الشيء. مثلا في الاعياد الميلاد وفي الحفلات اللي هما بساط بحال هكذا. بالنسبه للعطريه كل حاجه كتحرك وحده. هادو الالات هادو غادي ندخلو من تما واخا نشوفوهم. هادو الالات هادو الالات فاش كنطحنو على فكره. نعم. هادي كنقولها انا وكنتحمل المسؤوليه ديالها. نعم. اول واحد اجتهد وصاوب الماك اللي كيطحنوا العطريه سنتر هو هذا المحل، هذا هو عبد الله. انا معاكم الحمد لله. انا اللي اجتهدت فيهم وصايبتهم اول مره ومن عندي من هنا دعم. انتشرت الفكره. انتشرت الفكره والناس راه كاع عارفينها. حيت انا ملي درت هذا اول محل درته المره الاولى جبت حاجه جديده فعلا. هي هذه. وهادو كانوا دافع كبير لينا باش مشينا بهم هاد الماك. حيت كاينين الماك ديال لاندستري اللي غيطحنوا لك الكونتيتي كثيره. ولكن باش تشري رابعه ونطحنها لك ديال الخرطوم ديال سكينجبير هادي اللي كانت مستحيله. كانت مستحيله. شحال من سنه هادي تقريبا؟ هادي تقريبا واحد 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين 11 عام بالضبط. شنو كان في هما شنو كانوا كيطحنوا شنو كانوا كيخدموا؟ كنا كنبيعوا كتباع العطريه الاولى.
العيالات اه الشكل ديالهم زوين وواقفين واقفين هنا مزيان. ملي درناهم درنا دابا حنا دايرين كل ماكينه لاش كتليق. اها ما يمكنش غادي تجيب هذه ديال الخرقوم ها هي باينه ها هي صفراء. هذه ديال الخرقوم ها هي صفراء. ما يمكنش غادي تعطيني انت يا سكين جبير وغندوز ديال الخرقوم ضروري. وهذه هي ديال سكين جبير. سكين جبير ياك هي ديال سكين جبير. سكين جبير هذه القرفه عواد. عطينا نجربوا شي حاجه. عطيني ربعه ربعه المفتاح الخرقوم السكين جبير وقرفه. كاين هذا بالنسبه لهذه القهوه. اه القهوه تاع هي هذه البزار. وكاين الطحين ديال كامون القزبر. اه القزبر كاين هذه بالنسبه للمروزيه. شي حاجه اخرى اللي ما كتبغيش دوز لينا فهادو كندوزو في الروبو ديال الروبو ديال المروزيه. هذاك خاص سبيسيال خاص واخا صغير. كاين الطحين ديالو تبارك الله ديال الفوكوت. كاين طحن بواحد لابيسونس واه معروف هادشي دابا ديال الالات الحديثه راها لو صورنا الاله اللي كنتي راه درناها مباشر الاله اللي كتنقي اللوز. انا شويه فهادشي ديال ميكانيك شويه كتبغي تدخل شي حاجه جديده. هذاك السيد اللي كنا اللي صاوب هذيك الاله اللي كتنقي اللوز هو نفسه اللي صاوب هاد الالات. انا وياه درتو له ديزاين وهادو هما اول شيء بحثنا فيهم وصايبناهم. انا حيت شفتهم ما كيكونوا صغار هادو هكا في الشكل جاو زوينين هكا واقفين ما كيعذبوش وساهلين. شوف علاش كيكونوا فيهم موديلات بزاف نتيجه كلهم واحد مزيانين. كلهم نتيجه واحده ماشي غادي نعيب الاخرين ونشكر هادو. لا الناس اجتهدت ولا كل شيء. اهم حاجه تهاد النظافه تبقى بحال هكذا زعما شي حاجه صعيب في العطاره. في العطاره صعيب ياك صعيب صافي معاك ولكن صافي دابا طحنوا هيا طحنوا غرب النار مزيان هو باقي عاد سخون. ايوا التقنيه ملي كتولي متطوره وكتبقى كتكون مجهده بزاف. اه وضروري الانسان ديما يطحن غير الكميه اللي غادي يقدر. وهذه زوينه ملي كتكون كميه قليله تقدري تشريها وتطحنها راه مزيان. ايوا الله يسر التوفيق كلشي. هنا حنا نيت كنوقفوا بعض المرات في المحلات بجوج كنوقفوا على شي حاجه بسيطه كنجيو نجريو ناخذوها منها. كتاخذوها مزيان واخا عندنا محل اللي كناخذو عندو بالكثره. كاين لوزيفيلي كاين فروماج موتزاريلا حتى هو كاين حتى هو لا كريم فريش لا كريم فريش حتى هو عندنا. المهم كاع لوازم الحلويات بان لي زعما ايوا بالتوفيق الله ييسر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دابا غادي ندوزو للحلويات إن شاء الله. أييه المحل الحلويات قلت لك هذا هو المحل هذا هو اللي هو اللي ولد المحل هذا هو اللي ولد ذاك المحل الآخر الكبير اللي في مبروكة. أها من هنا بدينا. توسعتوا في الجهة. أها إيوا الحمد لله. الله ييسر إن شاء الله. وراه اللي كاين هنا كاين لتحت. نفس لا. نفس الكلام. مشكله تقريبا تقريبا تما واسع اكثر تما حيت واسع اكثر كاين فين تبريزونتي. الحوايج المهمه راهم هنايا يعني الورقه البخار والورقه العاديه والكرواسه حرقوا يحيى يعني انت بالنسبه للناس اللي عندهم شي كوموند شي حاجه اللي بغى ياخذها من هنا بغى يمشي لجهه اخرى اها واخا اي والله يستر. هذه الشميشه اللي كنا قدمناها الشميشه جمال كانت القاس حتى هو اللي معروف حلوة الصبية دارت واحد النجاح كبير بارك الله ولكن تستاهل ماشي من فراغ والله الا تستاهل شي حاجه اللي بسيطه ديال كل نهار مقوي تخرج منها ثلاثه ولا اربعه اشكال الناس جربوها سبعه عرفتي واحد هي ماشي غير وحده لا جوج انا غير تنفكر واحد السيده كان عندها واحد العرس في الدنمارك
يعني انا تنوجه لها تحيه من هنا، هي من المتتبعات الوفيه، تقول لي وصلي لي السلام، قالت لي شكريهم بزاف، راه صوبات الحلوه ديال العرس كامله من الفيديوهات، يعني لا من كعب غزال، واحد التطبيقات ما شاء الله عليها، قالت لي كيفرحني بزاف. وهذا الشيء اللي كدير هي في سبيل الله، يعني كيخدموا غير مع بعضياتهم، هما الدنمارك ما كاينش واحد الجاليه كبيره، قالت لي غير كنشوفوا كنعاونوا بعضياتنا، تقريبا الحلويات كامل صوبات، كان واحد المناسبه دارتها من عندكم ما شاء الله. ايوا الله يسر الله يسر، يعني خير كبير، كلشي صدق ليها كما كلشي كلشي. دابا هي هادشي اللي كتقول لي، كتقول لي هي بحال واحد، كاين بعض الناس شويه كيشككوا، لكن ملي تيجربوا تيشوفوا الوصفات ناجحه، كتقول لي راه داكشي كيما هو مضبوط هذا، يعني كتبقى مستغربه هي من ما نقدرش اختي زعما نغش فشي وصفه، يعني عرفوا داكشي راه مضبوط، راه الوصفه كنعطيها كما هي، كما هي. ايوا الله يستر هادشي اللي يقول الانسان، الله يجيب لي فيها الخير والله يتقبل، يعني الانسان هذا الاجر اللي كياخذ سبحان الله، والدعوات ديال الناس اللي تتبقى عاد تدعي وتتقول لي وصلي وصلي بان راه داكشي كلشي تينجح، تيجي وصفات كنبقى نقرا في لي كومونتير حتى كيجيني هذاك التشجيعات هي اللي كتخلي الانسان يزيد القدام ويبغي يعطي اكثر، كتشحنك هذه، كتعطيك الطاقه الطاقه، وبخاص التاكيد على النظافه، كياكدوا على النظافه ويعاودوا النظافه، راه انا مريض بها والله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اي أيوة والله يستر، نبداو ان شاء الله غادي نقدموا الكاليطه، ياك عندنا ثلاثه تشكالات اللي غادي نديرهم، شوفهم ثلاثه تشكالات، هذه هي الكاليطه، راه كلشي كيعرفها، شكون اللي ما شدش هذه كاليط في هذه اليد قريبي جميله في هذه اليد، هادشي اللي كنا كنعرفوه حنايا في واحد بعض الوقت، ولكن راه باقا محبوبه و... حاجه مطلوبه، هذه حرشه حلوه، كتصاوب سميت غزال زوينه رطبه، الشكل الاخر الثالث هو هذا الكعك، الكعك البيضاوي هذا، اييه كاع هو ساهل، اي واحد يوجد فرمشه عين عنده وصفات اللي قلت لك السيده في دارها سريع وكيجيب كيدوز باتاي زوينه، هذا اخص يدوز باتاي ولا قهوه، هادو ثلاثه تشكالات اللي غادي نقدموهم ان شاء الله للناس، ان شاء الله اللي بغى الوصفات الاخرى ديال الحلويات راه فايس في القناه، راه قدمناها شحال من واحد طلبني على شي حاجه شخصيه، قال شي روسيت وعيط لي وعطيتها ليه، والله من الاجر كلشي بالاجر ان شاء الله.